تنظم وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومؤسسة دار الصانع بشراكة مع فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية تحت رعاية الملك محمد السادس الدورة الخامسة للمعرض المهني للصناعة التقليدية من يدنا في الفترة الممتدة ما بين 16 دجنبر 2017 بمدينة الرباط. كنديروا هذا اللقاء تمهيدا للمعرض ديال من يدينا اللي غادي تم انطلاق ديالو يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله. هذا المعرض اللي ولا مناسبة ديال عرض منتوجات ديال الصناعة التقليدية، مشاركة ديال المقاولات الصغرى اللي كتشتغل في هذا القطاع واللي كتشتغل بالخصوص في الميادين وفي المهام ديال الصناعة التقليدية كلها، بالخصوص المتعلقة بالعيش اليومي ديال المواطنين، ما يتعلق بالمنزل، بالديكور، بالأدوات اللي كنستعملوها في الحياة اليومية ديالنا. ويعتبر هذا المعرض فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين مهني القطاع، حيث تمكن المعرض المهني من يدنا منذ نسخته الأولى من جلب اهتمام مختلف الفاعلين العاملين من أجل تعزيز إنعاش قطاع الصناعة التقليدية، وسيعرف مشاركة 90 عارضا سيعرضون على مساحة تقدر ب 4500 متر مربع تهم مقاولات القطاع وتعاونيات وصناع تقليديين، إذ ستمكنهم هذه التظاهرة من عرض منتوجاتهم في كل فنون الصناعة التقليدية. اليوم تتم تنظيم معرض من يدينا في دورته الخامسة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بالنسبة لنا هذه مناسبة أولا لتقييم المكتسبات في مجال المقاولة في الصناعة التقليدية، وفي نفس الوقت في مجال أننا نستشرف المستقبل. اليوم مقاولات الصناعة التقليدية تعتبر شريك أساسي وفاعل رئيسي من أجل الدفع ومن أجل تطوير الصناعة التقليدية في بلادنا. طبعا الأرقام التي لدينا تؤكد ان 5% من يعني اليد العامله في مجال الصناعه التقليديه كتشتغل في اطار هذه المقاولات الصناعه التقليديه، كذلك اننا اليوم انتقلنا اكثر من 910 تقريبا في مجال هذه المقاولات، وهذه المقاولات تتمركز في المدن اللي هي ما بين مدينه مراكش اساسا والدار البيضاء وفاس. هذه السنه هناك بعض المشترين الاجانب الذين سيحضرون هذا المعرض ما يقارب 30 مشتري، فرصة لهم والفرصة للصناعة التقليدية والمقاولات باش لنسج علاقات تجارية مع المقاولات، وكذلك تبادل الخبرات، وكذلك فرصة للصناع التقليديين لكي يبرموا اتفاقات وعقود تجارية وتهم هاد المشترين من أمريكا ومن ألمانيا و الدنمارك وفرنسا واليابان والدول الإفريقية خصوصا السنغال ومالي. وينتظر أن تستقبل الدورة الخامسة نحو 10,000 زائر مهني من مهندسي الديكور والتصميم الداخلي ومهندسين معماريين وكبار الموزعين ومؤسسات صناعة الآثاث والمصدرين والمستوردين والصحفيين المتخصصين في القطاع ومهنيين في قطاعات مرتبطة بالصناعة التقليدية كالفندقة والمهن المرتبطة بها. كما سيتم على هامش هذا الحدث تنظيم مجموعة من اللقاءات والندوات تنصب حول الصناعة التقليدية بين الأصالة والحداثة، وكذا لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمهنيين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.